الرئيس السيسي يعين الفريق أول محمد زكي مساعداً لرئيس لشؤون الدفاع والفريق أسامة عسكر مساعداً للشؤون العسكرية. المستشار عمر مروان مديراً لمكتب رئيس الجمهورية والدكتورة هالة سعيد مستشارة للرئيس للشؤون الاقتصادية. الحكومة الجديدة ونواب الوزراء والمحافظون ونوابهم يؤدون اليمين أمام الرئيس، والتشكيل يضم 4 وزيرات و5 نائبات ومحافظة و9 نائبات للمحافظين. دمج وزارة الهجرة مع الخارجية واستحداث وزارة للاستثمار وكامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء للصناعة وخالد عبد الغفار نائبا للتنمية البشرية. اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية غدا لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.